أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامجكم صريح جدا. صريح جدا يأتيكم هذه المرة من ولاية سوقهراس، هذه الولاية التاريخية الغنية بآثارها الضاربة في عمق التاريخ، ولاية تشهد تأخر تنموي كبير، ضف إلى ذلك تجاهل بعض المسؤولين لتعليمات الوصاية القاضية بضرورة تحسين الخدمة العمومية واستقبال المواطنين كل يوم ثلاثاء. ما عليكم مشاهدينا إلا متابعتنا. هنا الولاية تاعنا، الولاية تاعنا هو الشعب، وهم المشكل تاعنا في الشعب. ترك يقول لك في الدين تاعنا احنا يقول لك كيف يقولها، لا يصلح الله ما بقوم حتى يصلحوا ما بانفسهم. دونك العبد يبدا من روحه بعد، كما انا درك انا بروندر ان ديسيزيون هكذا، نبدا من روحي نريق روحي. في سوق هرس ما عندك وين تروح، تخرج كان عندك سنتر فيل هاك تحوس فيها يتو من هنا، ما كاينش حاجه هكذا، ما عندك وين تروح. مازلنا ناقصين بزاف، كاين ولايات اللي مجاورينا خير منا سبحان الله العظيم. سيد الوالي راك بديت تخدم في البلاد، وملي جيتي وانت تخدم بيان تولى شويه باللي جان وفي على السكن، ينحي لنا البيروقراطيه في الاداره. المشكل الوحيد اللي عندنا انها البيروقراطيه كاينه ياسر في الاداره، صعوبات كلها في الاداره. يعني كنستقبل نفهم مشاكلنا، وبعد الامور اللي بديت بها هذه ملاح وش هي زياد شوي سما، كي بديت بالولايه وتزيد تكمل المواطن تاع تستقبلوا هكا ودير له قدر ويسك الشعب واساس الدوله. والله واش راح نقول لك، هو المواطن السقراسي او تعب سيرتو من الكوتيره، تعب ياسر كراه. نحنا شغل رانا ولايه مهمشه لا علاقة. أنا كي نهضر على روحي هنا، أني في دايرة مدروش، يعني دايرة كبيرة، أنا مو طلعت هي والصيف بلدية مع بعضهم. مازال ما عندناش الحمد لله الغازون، البارح برك دخل مدروش. عندي ولادي بالك والله يا ربي هني ما كرهوني، أنا ادينا سوق راس نجيبهم سوق راس وما كانوا والو كيفك، أنا جبتهم دركا دركا أني هبطتهم ادينا سوق راس كما حاطين كش ما يلقاو. فينا ما كانش، أني قاعد نديهم دركا للجاردينة هذه يشربوا فيها تاي ولا حليب ولا واش كان، وعاود نرجعهم. فضلي بلاصة أخوي نخدم فيها آلياس. يكون فيها الياز ويخدم الشعب كله يعني، ونكونوا بيان. صح الوالي هذا جانا بالريغلمون هذا دار حاجه ملاحه، يعني وفر لنا حاجه، قال مارشي كبير نخدموا فيه نتلموا فيه ناكلوا الخبز مع بعضنا. نطلب من والي يستقبلني، يستقبلني على خاطر انا بني على عيله، يستقبلني ويفكر لي بوست نخدم فيه. عباره عندنا احنا راهو دوار، شغل دوار، مش كيما نقولوا احنا مدينه نفتخروا بها ولا كيما نقولوا احنا فيها حوايج كيما نقولوا تعيش فيها الجينيراسيون الجايه هذيا. ما كانش الجينيراسيون الجايه هذيا راح تاثر فيها المدينه برسك. وعلاش؟ خاطر ما فيهاش حضاره، كي ظهر كاين الحضاره كاين التنميه، مادام ما كانش الحضاره ما كانش التنميه. لكن انا في حدود تاع تونس، روحوا تونس زين جو سوق راس زين نورمال كيما هي كيما تونس، تونس سوق راس علاه هما خير، علاه هما خير نورمال يطوروها سيرتو سوق راس. طوراها حتى الناس يعت تقول له سقوراس كل ما تبان له. انا كي نقول واحد فار اكزومبل اصحابي في الغرب ولا روح سقوراس يتنشع يشوف انا بعد نحشم ونديه ما كاينش. بصح كي نروح عنده هو لتلمسان نلقى، كي يمشي هو من كي نروح انا من هنا لتلمسان ما نتعبش طبي دنيا فاهم، يجي هو عندي لهنا يحير ونروح منا نروح منا نروح منا ما كانش وقت الورود. المواطن دركا ولاو عنده كما نقولوا حنا شغل بزاف حوايج ما كاينش، وكراه حتى هذاك اللي راح يستقبلك وكراه بعد. واش راح تقول له انت؟ تقول له راح تقول له احكي لي دير لي ما بانيش انا السياحه للاولاد، دير لي ما بانيش منظر جميل للاولاد. هو المسؤول باه يستقبل، نقول بالك ما عندوش وقت ويعين ايام بار اكزومبل عنده ثلاث ولا اربعه يجلس فيهم الناس، على الاقل يستقبل 10 من الناس. كل شيء كل يوم يستقبل 10 من الناس برك، يسمع الانشغال تاعهم بوتيتر يلقى انشغال تاع فرد واحد معوض ب 100 فرد عنده نفس المشكله هذاك. يعني يكون يصلح الفرد هذاك يتريقلوا الناس اللي من وراه. تنميه خلاص مش تاخر، نحن مش نحن ما عندناش نمو خلاص، هذه اول حاجه مش تاخر. مش عندنا احنا في سوق راس سميني انت مثلا اكزومبل تعرف حاجه على سوق راس سمعتي بها؟ ما عندناش حد شيء. عندنا وزينه تاع حليب، هذا واش نسمعوا بها في سوق راس كاين وزينه تاع حليب. انا حمادي بحليب ما كاينش تحليب، نحن حليب يجينا معنا بخطر في السمانه. هذه تنميه نسمعوا بها واش عندنا في سوق راس سميلي. عندنا صطاد، معنا صطاد كيف كان احنا من 36 بالك حاجه كيما كيف فاهمك ما سمعتي بها انت جامي طلعت ناسيونال دو. ان شاء الله يكونوا كامل، نحن نتمنى تكون بلادنا خير من بلاد الاخرين. في جون تسمى ما عندهمش خدمه، ما كاين شركات لهنا، كاينه شركات تاع اولادهم يخدم يجي خارج يدخل ولده، يقول لك انا من حقي ندخل ولدي. اللي جانا ذم اللي يشوفوا فيهم نحن قاعدين لبرا هذي
وتهضر معاه تقول له كيفاه وكا وتخدم وتقول له انت تجي نخدم بصح ما كانش الخدم ما كانش تروح انت الاداره تطلع البيرو تشغل هذا بيرو مونديفر تطلع تقول لهم كي شغل اني جاي نسجل يقول لك لازم تجددها.